الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات أرواح آبائه وذرياته وأهل بيته وصحابه وأزواجه، وإلى حضرات أرواح صحابه البدريين والأحديين والخندقيين، وإلى حضرات أرواح سائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين، وإلى حضرات أرواح سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين، وإلى حضرات أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا، وإلى حضرات أرواح أساتيذنا وأساتيذ أساتيذنا، وإلى حضرات أرواح أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم زدهم شرفا لا شرفهم، وفضلا لا فضلهم، وكرامة لا كراماتهم. اللهم افض علينا من فيولاتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم بارك في كل امورنا لا سيما في امرنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اجعل اول هذا الامر صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا يا رب العالمين. اللهم وما قضيت لنا من امر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا وصلاحا وفلاحا يا رب العالمين. ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم. റഈസുല്ലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും സദസ്സിലേക്ക് കടന്നിരുന്ന് സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കണമെന്ന് വിനയപുരുഷ്